السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور طارق عثمان، أستاذ الكيمياء البحرية ورئيس شعبة البيئة البحرية بالمعهد القومي للعلوم البحار والمصايد، وذلك بالنيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي للعلوم البحار والمصايد. طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا في دور مهم جدا، هو دور المنصات الرقمية والتواصل في مجال البحث العلمي، وده بالفعل مصر بتاخد خطوات قوية جدا ومهمة في إطار موضوع العولمة وإدخال التكنولوجيا والمنصات الرقمية ومركز التكنولوجيا، وكل ده بيفيد في النهاية الربط في البحث العلمي بالتطبيقات أو الدراسات الأكاديمية في الجامعات، وبيعمل لينك على مستوى العالم مش على بس على مستوى مصر. فبالتالي احنا دايما يعني بنفضل او بنشجع المنصات الرقميه والتواصل، وهي اداه سريعه. وبالفعل كان عندنا زملاء في المعهد شاركوا في المنصات الرقميه في منصه اريد، وكان في كان مدى استفاده وتعظيم استفاده كبيره جدا في من المنصه دي. وعلى نفس الاطار احنا كبحث علمي، احنا احد المراكز البحثيه تبع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وهي مركز حكومي، ودايما احنا بنشجع ان احنا نتعامل مع المنظمات والمراكز الاهليه اللي هي بيبقى لها استفاده او تعظيم استفاده. كمان احنا بنشجع اهميه الملتقيات العلميه والثقافيه اللي موجوده في المنصه او في خلال اللقاءات الحيه فيرتشوال او اذا كان لايف، من خلال المواقع الإلكترونية، لأنها بتسري العملية البحثية وبتعمل عملية ربط ومناقشة للمخرجات لأهم الأبحاث أو المسائل العلمية الشائكة في دول، مثلا إذا كان مصر خصوصا بشكل خاص، أو إذا كان في أفريقيا أو دول العالم بشكل عام. طبعا المعهد بيطل عليه البحر الأحمر والبحر المتوسط، فبيهمنا جدا أي أبحاث في هذا المجال، ونشجع المنصات الرقمية إنها تبقى في المجال على البحرين الأحمر والمتوسط. ودايما إحنا مع بعض إن شاء الله، وبنتمنى لكم الخير والتوفيق دايما، ونشوفكم دايما على خير ومن نجاح لنجاح. شكرا لكم.